ملخص. بعد الهزيمه ديال في الدوره الاولى مع فريق اولمبيك تشيرا اللي كانت هزيمه شويه ما تقبلناهاش حيت كانت في الدقائق الاخيره، دخلنا عازمين لان المباراه في الميدان ديالنا، لعبنا مع فريق اللي كبير، فريق ديال الالقاب اللي هو الفريق المغربي الفاسي، كانت مقابله كيغلب على طابع النديه. الحمد لله توفقنا وهذا اول انتصار لنا في الميدان ديالنا، وان شاء الله كنتمنوا ان نكملوا في هذه المسيره. شكرا.